يلا يا ديبالا ممكن بعد هدف بالهجمة المرتدة. اصعد يا ديمبلي، اصعد يا ديمبلي، يلا يا ديمبلي، يلا يا ديمبلي، يا سلام، جول جول جول. لا 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 يا العارضة، ترجع الكرة سانشو 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 سانشو، با با با، او يا العارضة. لا 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 لا، ما عندي غير أليكس غريمالدو يا شباب، لأن ديبالا انصاب بعد هذه الضربة الحرة. غريمالدو 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 غريمالدو. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقه جديده من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقه رقم 54. قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الاشعارات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 1500 لايك. طبعا يا شباب، عندنا تقريبا نهايه نصف الموسم، او بالفعل هي نصف الموسم، فعندنا مباراه واتفورد سكيب صاحب المركز 16، ومباراه ايضا وست بروموث او بروموتش ايضا سكيب يا شباب. فراح ندخل فترة الانتقالات مباشرة، وليستر سيتي ونورويتش سيتي وايضا ويست هام مع ايفرتون، هذه مبارياتنا لليوم. طبعا راح يجون اللاعبين صغار السن. بالنسبة لترتيب الدوري الانجليزي، احنا حاليا بالصدارة، الفارق بيننا وبين ليفربول صاحب المركز الثاني 8 نقاط، فارق كبير نوعا ما يا شباب. اما هداف الدوري فامبابي عنده 13، خيمينيز عنده 10 اهداف. اما البطولة الاهم فيا شباب، مباراتنا راح تكون في دور 16 ضد نادي بروسيا دورتموند. اما هداف البطوله، بطوله دوري ابطال اوروبا، لوباتو لاعب بنفيكا 4، هالاند عنده 3 اهداف. هالاند لاعب رهيب يا شباب. طبعا بالنسبه للمباريات اللي راح نتخطاهم، راح نلعب هذه التشكيله اللي هي نوعا ما نعتبرها احنا تشكيله احتياطيه. المباراه الاولى سوينا لها سكيب وفزنا 4-0 على واتفورد، نتيجه كبيره جدا، ونوصل للنقطه رقم 49 ويبقى الفارق مثل ما هو. اعلان جائزه افضل لاعب في آسيا، هذه الجائزة ما تهمنا، بس خلي نشوف منو راح يكون أفضل لاعب في آسيا. أندرسن. هسه مباراتنا ضد ويست بروميش، طبعا هذه المباراة يا شباب أيضا سكيب صاحب المركز الأخير، وهذا أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية إيفرتون. أتمنى نفوز، وفزنا 1-0 على ويست بروميش. طبعا وصلنا للنقطة 52 وليفربول 44، يبقى الفارق 8 نقاط. اليوم الافتتاحي لفترة الانتقالات، وراح نشوف اللاعبين اللي رجعوا صغار بالسن يا حبيبي. طبعا متويدين نطينا إعارة، فالمفروض نجيب لنا لاعب خط وسط إذا توفر. مارتينيز طبعا بعناه يا شباب مثل ما تعرفون، وهواي لاعبين عرضناهم للإعارة مثل كراوتش أو بعناهم إعارة، وأيضا عندنا اللاعب متويدي. لاعبين فريق الشباب الجدد أغلبهم لاعبين متواضعين، فللأسف ما راح أقدر أستثمر بهم، فما راح نجيب أي لاعب من فريق الشباب. كراوتش بالفعل كان يا شباب هو معار ورجع من الإعارة. أيضا ديوفي تم تلقي عرض إعارة، أوكي هل نعرضه؟ خلي نعرضه، والله خلي نعرضه مباشرة قبول الشروط، خلي يروح اللاعب، نستفاد من ميزانية. وصلنا ل 247 مليون ميزانية يا حبيبي. فابريغاس أيضا رجع يا شباب، وممكن نجدد عقد اللاعب. جيرو يا شباب يرجع عمره 16 سنة، ممكن اللاعب نجيبه ونستفاد منه، فنضيفه إلى قائمة اللاعبين المفضلين. هذول الأربع لاعبين طلبتهم يا شباب، مو أكيد راح أجيبهم يعني، بس احتمال عندنا ريبيري، هولك، ممكن داني ألفيش. يعني احنا نريد نستثمر، يعني ممكن نشتري لاعب وبعدين نبيعه بالمستقبل، او حتى نعطيه اعاره، فاحنا مجرد استثمار شغلتنا بالفريق، واللي يتطور نستفاد منه، خاصه فرانك ريبيري ممكن نستفاد من عنده رغم الزخم اللي عندنا بهذا المركز، بس ممكن نستفاد من هذا اللاعب الكبير. هسه مباراتنا ضد ليستر سيتي، هذه التشكيلة اللي راح ننزل بيها ضد ليستر سيتي. طبعا المباراة خارج ملعبنا يا شباب، راح من عندنا متويدي على البعناء إعارة، واجانا فابريغاس راجع من الإعارة اللي كان بيها. مباشرة صافرة البداية، مانشستر يونايتد ليستر سيتي، نتمنى نظل بالصدارة يا شباب، ننهي الدوري من وقت حتى نكون مرتاحين على مود دوري ابطال اوروبا. يمبابي ممكن، دير بالكم يا شباب، كرة عرضية خطيرة، الله 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 الله، خلص 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 خلص، يلا يمبابي، الله الله الله، يلا يا سانشو، يا سلام يمبابي، هجمة مرتدة سريعة، يلا 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 يتقدم امبابي 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 امبابي، او صعبة صعبة صعبة، يلعب الى ديمبلي، عثمان ديمبلي، يلعب الى امبابي، يا سلام الهدف الاول، كيليان امبابي 1-0. هجمة مرتدة كانت سريعة وخلصها امبابي بالشباك، المهم تقدمنا بالنتيجة. يلا يا ديبالا يوصلها لامبابي، يا سلام ديمبلي، عثمان عثمان ديمبلي الى امبابي، امبابي الى عثمان، يلا يلا يلا، اصعد 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 امبابي، الله 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 الله،
الله ممكن جول، ممكن جول، لا 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 لا، اتأخر، تصويبة ديبالا، جول. الهدف الثاني ضيعها مبابي، لكن ديبالا حطها بالشباك. شوف الإعادة، يا سلام على هذه الكرة، تصويبة ديبالا، بوم. ممكن تضغط عليه، يضغط عليه يا سانشو، خلاص نهاية الشوط الأول 2-0. يلعب إلى مبابي، يلا إلى ديمبلي، عثمان 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 إلى مبابي، كرة جول جول، الله 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 يا ولد. حارس المرمى يتدخل ويصد للكرة يا بوجبا. تغييرين على الأظهرة يا شباب، اثنيناتهم طلعتهم يا حبيبي، نزلت دياغو دالوت وأيضا نزلت أليكسي غريمالدو. الدقيقة 56، النتيجة 2-0، ضربة حرة ملعوبة عالية، ديونج ابعد، يلا يا شباب ممكن هجمة مرتدة. ديونج يلعب إلى مبابي، مبابي ممكن إلى ديمبلي، يا سلام، عثمان 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 يلعب إلى مبابي، كرة توصل توصل توصل، جول 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 جول، 3-0، يا سلام. ديمبلي تمريرة ولا أروع لإمبابي، يا سلام عليك، تصويبة على الطاير، بوم. بعدي بعدي الكرة عنده، ترجع إلى أليكس غريمالدو، يلعب إلى باولو ديبالا، ديبالا يتوغل يصوب، يا الله. طلعت مبابي بعد ما سجل هدفين، نزلت هالاند، خليه يرتاح كيليان مبابي. الضربة الركنية ملعوبة عالية، ديبالا بالراس، ترجع إلى ديمبلي، عثمان إلى بول بوجبا، يا سلام، بوجبا العرضية عالية إلى سانشو الحارس، ديبالا يصوب، لا 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 لا. ترجع فرانكي ديونج، يلعب حلوة إلى دياغو، دالوت دالوت، الله. ياهو جول يا دياغو دالوت، او دياغو دالوت، يا سلام عليك على هذا الهدف بالقدم اليسرى يا حبيبي. شوف 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 الاعاده، يا الله، بوم، والله رهيب. هالاند يلعب الى عثمان، ديمبلي ديمبلي مرر الى غريمالدو، غريمالدو غريمالدو ممكن الى ديمبلي، جول 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 بالخمسة، يا سلام على عثمان ديمبلي. يلا يا ديبالا ممكن بعد هدف بالهجمة المرتدة، اصعد يا ديمبلي اصعد يا ديمبلي، يلا يا ديمبلي يلا يا ديمبلي، يا سلام، جول جول جول، لا 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 يا العارضة. ترجع الكرة سانشو 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 سانشو، با با با، اوه يا العارضة، لا 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 لا، اوه عثمان ديمبلي يتعرض لإصابة، لا 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 لا. خلاص صافرة الحكم، نهاية المباراة 5-0 بملعب ليستر سيتي. تشكيلة اليونايتد رهيبة رهيبة رهيبة، مبابي أفضل لاعب بالمباراة رغم أنه لعب ساعة واحدة فقط أو ساعة وشوية. المهم يا شباب، هذه نتائج باقي المباريات بالنسبة لليفربول، يفوزون ويبقى الفارق 8 نقاط مثل ما هو. احنا عندنا أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، تسير المفاوضات مع هالك بشكل جيد، ولكن أظن أنه يمكننا التوقيع معه على شروط أفضل من التي نقدمها. أوكي، نجدد الشروط ونشوف. بالنسبة للمفاوضات يا شباب، 3 مفاوضات ممكن نقول قدموا شروط جديدة، لكن إلا جيرو انهارت المفاوضات معه. فبالنسبة لهالك زادوا إلى 27 مليون شنغهاي، ما ادري الصراحه هل اشتري له لا، طبعا عمره 16 سنه، ترى اللاعب رجع صغير بالسن. ريبيري للاسف فشلت المفاوضات، ايضا داني الفيش، لكن هولك يا شباب المفاوضات ناجحه، وهو لاعب جناح ايمن، لاعب صغير 27 عمره، والله ما ادري يمكن اشتريه يا شباب، وممكن نستفاد من عنده يعني. فنقبل الشروط، عندنا عندنا امكانيه عاليه، صار البقعه عندنا 220 مليون، ممكن نستثمر هالك. اتفقنا مع هالك، خلاص اضافه جديده للفريق، 16 سنه، لاعب ممتاز، عنده تصويبات اسطوريه يا شباب، فممكن نعرضه على سبيل الإعارة أيضا. تيمتش يا شباب ما جاي يقبل يجدد عقده معانا، ما أعرف شنو السبب للأسف. أما هالك فنروح على نخليه بقائمة الإعارة، ندز اللاعب للإعارة. هسا عندنا مباراة ضد نورويتش سيتي بكأس إنجلترا، هذه التشكيلة اللي راح ننزل بها الشوط الأول يا شباب ضد نورويتش سيتي. طبعا المباراة هذه بكأس إنجلترا مباراة مهمة بالنسبة لنا أكيد. مباشرة صافرة الحكم بداية المباراة، طبعا هذا اللقاء يا شباب فابريغاس يشارك بعد العودة من الإعارة. نشوف فابريغاس، ممكن أيضا نبيعه إعارة، ما عندنا مشكلة، ممكن نبيعه بيع كامل حسب الاحتياج، بس أتوقع راح أخليه لحد نهاية الموسم، لأن احنا بحاجة إلى لاعبين خط الوسط. يلا يا ديبالا، يا سلام عليك، ديبالا يتقدم، ديبالا يصو، يا الله،
خطرة خطرة خطرة، لا لا يا بوفون، كيف يدخل بمرماك؟ ايش هدف يا حبيبي؟ شوف الإعادة، شوف 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 شوف، يعني كيف يخترق الدفاع يا حبيبي، ما حد قدر يقطعها. وتصويبه، لا يا بوفون، اصلا بوفون يتحمل الهدف، يلعب الكره الى روبينيو، روبينيو الله 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 الله، حافظ على كورته، يمرر الى سانشو، سانشو التصويب قويه، اوه اعتقد ضربه جزاء يا شباب، خلينا نشوف الاعاده، اعتقد تدخل على سانشو، يلا عطنا الاعاده يا مخرج، خلينا نشوف. شوف هنا الكرة، أوه على روبينيو، خارج الجزاء، ضربة حرة يا حبيبي، ضربة حرة. بول بوجبا، ممكن يا شباب أصوبها راح أصوبها هنا بهذا المكان، أتمنى، وأول مرة راح أصوب بهذه الطريقة، أتمنى تروح جول، إن شاء الله جول، لا أعتقد اعتلت شوية، يلا يا بوجبا جول، الله، شوية شوية كانت الكرة عالية، جول، 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 جول. بول بوجبا والهدف الاول 1-0، يا سلام، شوف الضربه الحره، ضربت بالعارضه ورجعت المدافع يا حبيبي، ضغط من روبينيو، بول بوجبا كره بالشمال، باولو ديبالا العرضيه، يا ديبالا يا سلام، بابي، يا الله، ملعوبه عاليه، مبابي بالقدم، جول، الله 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 الله، خلصها الدفاع ايضا يا حبيبي، سانشو يلعب الى مبابي، مبابي الى ديبالا، ديبالا الى روبينيو، جول 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 2-1، يا سلام عليك يا روبينيو. شوف الإعادة، شوف إعادة التمريرات بين اللاعبين يا حبيبي داخل منطقة جزاء الخصم، تصويبة من ديبالا والهدف الثاني. اقتربنا من نهاية الشوط الأول يا شباب، سانشو سانشو، لا خلاص نهاية الشوط الأول 2-1. بوجبا يحافظ على كورته، يلعب إلى لوكا، هرنانديز، هرنانديز ممكن عرضية، يا سلام سانشو، يا الله، الكرة تضرب العارضة، سانشو ممكن لمبابي، يا سلام، يلا مبابي، مبابي 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 عند الكرة، مرر مرر، يا الله، يلا 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 يا ديبالا، هي جول، يا الله على هذه الكرة، روبينيو راح يطلع أول واحد، نزل كراوتش، أيضا راح أنزل هولك يا شباب، ممكن نطلع ديبالا يرتاح، اوكي خلينا نطلع ديبالا، بوجبا راح يلعب بهذا المركز، يلا مبابي، اصعد يا هالك، اصعد يا هالك، يا سلام عليك، يلا يا هالك، الله 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 الله، يلا يا هالك يتقدم، هالك يتوغل، هالك هارت، مرر مرر مبابي، جول جول جول، اوب اوب اوب، لا ضاعت ضربة مرمى، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، يا الله مرت، فيليكس 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 يتقدم، فيليكس، لا 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 لا، طالت الكرة خلاص، نهاية المباراة 2-1، فوز على نورويتش سيتي ونتأهل للدور القادم. بوجبا أفضل لاعب بالمباراة. مباراتنا بدور ربع النهائي راح تكون ضد أرسنال. هذه التشكيلة اللي راح أنزل بها هذه المباراة يا شباب. طبعا أغلب اللاعبين أساسيين. بداية المباراة يا شباب. طبعا أيضا إن شاء الله الفوز ولا شيء غير الفوز والاستمرار بالصدارة. صدارة الدوري الإنجليزي يا كيميتش. أليكس غريمالدو. الكرة بعدها عنده. ترجع إلى بول بوجبا. بوجبا التصويب. أوه. يلا يا بوجبا. بوجبا بوجبا يتقدم، يلعب الى جواو، فيليكس يتوغل، فيليكس فيليكس فيليكس، جول، الله، الهدف الاول. المهم يا شباب تقدمنا بالنتيجه بالدقيقه 27، شوف تمريره بول بوجبا الى جواو، يا سلام عليك، كره ولا اروع من فيليكس بالشباك، ديبالا 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 يلعب الى جواو، يا سلام الى غريمالدو، أليكس غريمالدو يلعب الى جواو، فيليكس 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 الى ديبالا، ديبالا يتوغل، ديبالا ضاعت ضاعت ضاعت، خلاص نهايه الشوط الاول 1-0، نزلت هالاند ونزلت ايضا روبينيو يا شباب، طبعا جواو فيليكس مع ديبالا بخط الوسط، امبابي يلعب الى هالاند، هالاند هالاند ممكن الى روبينيو توصل، روبينيو 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 ينطلق، روبينيو يتوغل يدخل منطقه الجزاء، روبينيو مرر، هالاند جول جول، لا او يا هالاند ضيعتها يا هالاند، ترجع الكرة جواو فيليكس الى ديبالا، ديبالا الله 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 الله، شنو هذا يا حبيبي، ضربة حرة لباولو ديبالا، ما عندي غير أليكس غريمالدو يا شباب لان ديبالا انصاب بعد هذه الضربة الحرة، غريمالدو 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 غريمالدو، الله جول أليكس غريمالدو، غاب ديبالا بالإصابة يا حبيبي، غريمالدو حطها بالشباك، يا سلام على غريمالدو، روعة 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 هذا المدافع الرهيب، طبعا طلعت مبابي يا شباب ونزلت هالك، خلي يرتاح كيليان مبابي، بول بوجبا يلعب إلى جواو، فيليكس فيليكس ممكن على الطرف إلى كيميتش، كيميتش إلى بوجبا، بوجبا ممكن تمريرة إلى هالاند، هالاند يلا فاول، ضربة حرة يا حبيبي ضربة حرة، ديبالا ديبالا هذه المرة ما يضيع
يضيع بإذن الله. ديبالا، ديبالا يتقدم، يصوب باولو، لا 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 لا، ما محظوظ، ما محظوظ يا ديبالا، ما محظوظ. فيليكس العب، العب الكرة، العب الهالك، العب الهالك يا حبيبي، وصل الهالك، هالك يصوب، يا الله، جول. أول هدف لهولك مع مان يونايتد، الوحش هولك يا حبيبي. هالاند مرر إلى هولك، هولك تصويباته معروفة يا حبيبي، وأول هدف إله. فيليكس، 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 فيليكس يلعب الكرة إلى روبينيو، يا سلام جواو. فيليكس يمرر الكرة إلى غريمالدو، أليكس غريمالدو يلعبها إلى جواو، جواو ممكن تمريرها إلى ديبالا، 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 التصويب، روبينيو، لا 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 لا، ضاعت صافرة الحكم نهاية المباراة. 3-0، فوز مستحق لليونايتد. واو، فيليكس افضل لاعب بهذه المباراة. ليفربول يخسرون ضد ولفرهامبتون، ويزيد الفارق يا شباب الى 11 نقطة. طبعا كيميتش يا شباب ما جاي نقدر نجدد عقده للاسف، وراح ينتهي مع نهاية الموسم، لازم نجدده، فما اعرف شو اسوي. المهم انهارت مفاوضات جميع اللاعبين اللي طلبناهم. هذه تشكيلتنا اللي راح ننزل بها ضد ايفرتون يا شباب. طبعا تشكيله ممكن نقول ثانويه، او سوينا المداوره، وان شاء الله بالشوط الثاني ممكن ننزل كراوتش، لان كراوتش صار له اكثر من مباراه ما نازل بعد عودته من الاعاره. نشوف الشوط الثاني من راح ننزل يا حبيبي. مباشره صافره البدايه، طبعا هذه المباراه هي المباراه الاخيره بحلقه اليوم يا شباب، فاذا ما ضغطت لايك اضغط لايك يا صديقي، انطينا اللايك. طبعا نسيت اقول لكم ديبالا تعرض لإصابة، الإصابة أثرت عليه يا شباب المباراة الفائتة، وراح يغيب أعتقد لمدة أسبوع أو أسبوعين، ما أعرف الصراحة، ما تأكدت إيش قد المدة. المهم يلا يا روبينيو، العب الكرة على الطرف إلى غريمالدو، أليكس غريمالدو، غريمالدو ممكن عرضية، هي العرضية، جواو، فيليكس جول، لا 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 يا فيليكس. أوه خلاص نهاية الشوط الأول 0-0، ما سوينا أي شيء بالشوط الأول. الكرة على ديمبلي، عثمان ديمبلي يلعب الى مبابي، يا سلام عليك، يلا مرر الى روبينيو، روبينيو لجواو، وفيليكس، لا 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 يا فيليكس. نزلت بوغبا ونزلت ايضا هالاند، ديمبلي توغل، يلا يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، يا سلام، العب ديمبلي، هي جول، هي جول، 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 جول. الهدف الاول مباشره بعد ما نزل هالاند يصنع الهدف يا حبيبي. 1-0، شوف الكره ولا اروع، هالاند الى ديمبلي، ديمبلي بوم، يا سلام عليك، يلعب الى هالاند، هالاند يا سلام، هالاند يتقدم، يلا يا هالاند، صوب، صوب، كره بالعارضه، لا يا هالاند، رهيب والله رهيب. كرة عرضية، هذه خطرة، هذه خطرة، لا 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 لا، لكن بمبي سويت، لا يا حبيبي، شنو هذا يا كمبمبي، هدف في مرماه، لا 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 لا، كيف 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 بهالطريقة، لا ابعد، ابعد يا حبيبي، ابعد الكرة. يلا يا دالوت، يا سلام، إلى عثمان ديمبلي، إلى دالوت، يلا يا ديمبلي، حلوة الكرة، ممكن عرضية، هالاند بالراس، ترجع مبابي، مبابي، مبابي إلى جواو، فيليكس، فيليكس، الله 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 الله، صعبة 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 يا حبيبي، صعبة، دفاع دفاع دفاع، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، دير بالك كمبمبي، كمبمبي، اضغط عليها كمبمبي، لا تعطي مجال، خطرة يا سلام جوهارت. هذه المباراة شكلها يا شباب تعادل اذا ما خسرنا، يعني هذا اخر هجمه، اقطع يا جواو، هذه خطيره، خلاص كيمبمبي خلصها، صافره الحكم نهايه المباراه، 1-1، تعثر، هدف سجل في مرمى، هدف التعادل، كيمبمبي، ديمبلي افضل لاعب بالمباراه. وهي نتائج باقي المباريات بالنسبه لليفربول، يفوزون ويتقلص الفارق الى 8 نقاط او الى 9 نقاط بيننا وبينهم. طبعا بالحلقه الجايه ان شاء الله راح نكمل فتره الانتقالات، ونحاول نجدد عقد كيميتش ان شاء الله، ارسنال، نيوكاسل، سكيب، فولهام ايضا سكيب، ننهي فترة الانتقالات، توتنهام، عندنا برايتون، وعندنا ايضا ارسنال ربع نهائي الكأس. وطبعا ايضا يا شباب بالنسبة لارقام الفريق همين بالحلقة الجاية ان شاء الله. واللي هنا وصلت لكم نهاية الحلقة، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل هذا المقطع اكثر من 1500 لايك، في امان الله.